مش هقول لك، لكن انا هوجه لك اتهام ان انت بتجامل احمد سليمان بوجوده معاك، وبتجامل مصطفى شوبير بوجوده معاك برضه. ويعني انا شفتهم في صراحه الصوره شفتها كده، فقلت لازم السؤال ده اساله. بص يا كابتن اسلام، الايام بينا، الايام بينا والسنين بينا والعمر موجود، لو كان ليه عمر وربنا يديك طول العمر ونكمل. لا انا عارف، انا بسال قبل ما انا معايا طارق. ماشي، بس حلو السؤال ده. انا بسال دايما ايه يا جماعه، طيب هو احمد سليمان ده، بقول لهم يا جماعه انا كده، خلي بالك الناس اللي انا بكلمهم قبل الحلقه النهارده طول النهار يعني بيقولوا لك عشان اوصل للي انا، هل السؤال ده اساله ولا ما اسالوش؟ لا بالعكس، ده بالعكس. فانا لما سالت الناس كلها بقول لهم يا جماعه انا حتى ما بحبش طارق، عايز اقطع فيه بجد. انا بقول لهم كده عشان لو في حاجه يقولوها لي. بلاقي ان كل المدربين اللي اشتغل معاهم سواء ده، بس بعد كلامك هكمل بقى. انا زي ما بقول لك في البدايه، ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا طول العمر، والسنين هتيجي والعمر هيعدي، وهتشوف الاثنين دول اللي بتمرنوا دول دلوقتي اللي احنا شايفينهم قدامنا دول، هتلاقيهم بعد كده ان شاء الله دول من يعني من اهم حراس مرمى موجودين في مصر، سواء بقى كملوا في النادي الاهلي سواء ما كملوش في النادي الاهلي. انما هتلاقيهم الاجوان دي موهوبه يا كابتن اسلام، موهوبه، ومش ما حدش بيجاملهم، ده بالعكس يا كابتن اسلام، ده اكتر ناس بتضغط عليهم، اكتر ناس بتضغط عليهم، واكتر ناس بتهاجم، واكتر ناس ما بتاخدش حقها بشكل كبير. الولدين دول، مصطفى شوبير ده جول كويس، عنده قدرات عاليه جدا جدا، احمد طارق جول كويس جدا وعنده قدرات، والاثنين موهوبين، بس عايزين شغل وعايزين تركيز عليهم عشان يحصل. بس عايز صغيرين يا كابتن اسلام، بس لازم يحصل شغل كتير معاهم، ولازم يحصل تطوير في ادائهم. الولاد صغيره وعايزين، ما زالوا بيتمرنوا في الفريق الاول ولا طبعا مصطفى كان في الفتره اللي فاتت ديت كان في المنتخب الاولمبي، واحمد كان بيتمرن لحد ما انا قبل ما نمشي كان بيتمرن، وبعد ما انا مشيت الفتره اللي فاتت كان بيتمرن مع الدرجه الاولى. عايزين تطوير كتير يا كابتن اسلام. انت في زي ما بقول لك، انت عندك الموهبه بس اشتغل عليها واشتغل كتير عليها. وده قبل السؤال اللي قبله بقى اللي كنا بنساله، هو الموهبه والتطوير، هو ده لازم اطور، لازم الولاد عندهم حاجات كويسه. وازاي يا كابتن؟ بص يا كابتن اسلام، انت بتشتغل على 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 نقاط كتير جدا في حراسه المرمى. بتشتغل على المهاره بشكل كبير جدا جدا، وازاي المهاره دي صعبه قوي يا كابتن اسلام. لانك انت بتكون المهاره في كسر من الثانيه يا كابتن اسلام، يعني مجرد ما الكره بتشط عليك او كره عرضيه او في انفراد او او او، فانت بتطلع المهاره في كسر من الثانيه. صح. فلو انت ما عندكش مدرب، ما تطورش نفسك طبعا. لو انت المدرب ده لو ما بيعرفش يطلع الخطا، طب هيعالج ازاي؟ طب هيطور ازاي؟ انا وانا شغال عليه لما بشوط كوره ويحصل خطا بوقفه وبوقف التمرين في كذا وفي كذا، واقول له الخطا كذا. الخطا فين؟ لحد ما هو بيوصل، لحد ما هو بيوصل بيبقى عارف الخطا فين. يجي رافع لي ايديه كده واقول له انا عايزك تقول لي. انا بقول له انا هسكت، ما بقولوش الخطا فين، عايز هو يتكلم، هو اللي يعرف، هو اللي يعرف، وبالتالي هو اللي هيعرف يصلحه. طبعا بعد توجيه بيبقى عارف على طول. فقلت طب عشان في تاخير في القرار شويه، في استعجال، المهاره ما تأدتش بشكل كويس، سواء بقى انت رحت بايديك اليمين وكانت محتاجه ايديك الاثنين، رحت بالشمال، يعني في حاجات كتير قوي في الشو، تفاصيل كتير اللي احنا لسه بنتكلم على التفاصيل، فالتفاصيل لازم تبقى عندي انا. فده التطور بيتم من هنا، لما بنيجي نعمل كرات عرضيه. ازاي الولد يشتغل كرات عرضيه كتير؟ يشتغل ازاي الولد يشتغل على الكوره وعينيه تبقى على الكوره ما يستعجلش؟ ايوه التكتيك ده يا كابتن اسلام، ازاي الولد بيتحرك في ال 18، في حاجات بيتحرك فيها عشان يتعامل تحت الخشبات، وفي حاجات بيتحرك عشان يتعامل ورا خط الظهر، وممكن تبقى اوقات بره ال 18. ففي امور كتير خاصه بحراسه المرمى. الموضوع مش كره جايه له يمسكها بايديه ويترمي تحت، مش انا مش بشوط وخلاص يا كابتن، ده تسخين يا كابتن، اللي بنعمله ده دلوقتي ده تسخين. هو ده اللي بنسخن ان احنا نعمله في حوالي 10 دقائق. ما انا ده اللي كنت بقوله دايما، هو 10 دقائق في الاول الولاد بياخدوا تسخين في الاول كده، مهاري، شغل مهاري، وبعد كده بنبدا نشتغل الوحده التدريبيه اللي احنا رايحين في اتجاهها. انما طبعا في البدايات بيبقى ان كل ده بنشتغله، والولاد ما شاء الله، وده ظاهر بقى على اداء كابتن اسلام، يعني الكلام اللي احنا بنعمله ده، طب هو ما ظهرش على الحراس ولا ظهر؟ ظهر. احنا شغالين ماشيين في اتجاه صح ولا ماشيين في اتجاه غلط؟ فاكر انا كان ماتش ايه ويعني انا قلت يعني طلعوا الشناوي بره الفرقه خالص، هو افضل حاجه يعني في الفرقه. انت عارف يا كابتن اسلام.